شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذا اليوم يدور حول سؤال، وإذا كانت الإجابة على هذا السؤال ضرورية فيما مضى فهي الآن أكثر ضرورة، وهذا السؤال هو أنه لماذا نحيي هذه الذكرى؟ لماذا تقام مجالس العزاء في شهر محرم الحرام، ويعم الحزن القلوب المؤمنة؟ في الإجابة على هذا السؤال نذكر ثلاث نقاط. النقطة الأولى أننا نحيي هذه الذكرى تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله. قبل أن نشرح هذه النقطة لا بأس أن نشير إلى ملاحظة، وهذه الملاحظة هي أن هنالك ظاهرة نلمحها وتلمحونها لدى أبناء بعض المذاهب الأخرى، ظاهرة اجتماعية واضحة، ولعلها كثرت في الآونة الأخيرة. وهذه الظاهرة هي أن هؤلاء يحاولون أن يستنوا بما يرونه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن ما يرونه مطابق للواقعية التاريخية أو لا يطابق الواقعية التاريخية، ذلك بحث آخر، ولكن ما يتصورونه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
وما يرون أنه سنة رسول الله يحاولون الاقتداء به والاستنان به، وأحيانا الإنسان يجد أنهم يشذون عن الواقع الاجتماعي ويشذون عن العرف الاجتماعي، تجدون في هيئتهم، في أسلوبهم، في منهجهم مظهر لا يقبله المجتمع ولا يرتضيه المجتمع. يقولون لا إشكال في ذلك، لأن هذه الهيئة هي هيئة رسول الله، لأن هذا الأسلوب هو أسلوب رسول الله. يشذون عن المجتمع، يدخلون في تناقض مع المجتمع، يتزيون بزي غير مألوف لدى المجتمع. منطقهم في ذلك أن هذه هيئة رسول الله، وأن هذا منهج رسول الله، ومنهج رسول الله أحق بالاتباع من المنهج القائم في المجتمع. لا علينا بهذه النقطة وبتحليل صوابية هذا المنطق، ولكن القاعدة الكلية أن الاستنان بسنة رسول الله إذا ثبتت، هذا الشيء واضح، هذا الشيء يؤكد عليه القرآن الكريم. الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذي يرجو الله ويرجو الآخرة يجب أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن لاحظوا هذه المفارقة، يوجد هنالك حديث واحد أو عدة أحاديث في شيء جزئي، في شيء هامشي لا يدخل ضمن منظومة الواجبات والمحرمات، وإنما منتهى الأمر يدخل في دائرة الآداب، في دائرة السنن، في دائرة المستحبات والمكروهات. تلاحظون عندهم هذا التقيد وهذا الالتزام، ولكن عندما تأتون إلى آل رسول الله، هنالك مئات الأحاديث بل ألوف الأحاديث رووها هم في كتبهم، في صحاحهم، في الكتب المعتبرة. عندما يأتون إلى هذه الأحاديث يتغافلون عنها، يتجاهلونها، يعرضون عنها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ المسلم أهم شيء فيه هذا العنوان، عنوان المسلم. لماذا وضع هذا العنوان على المسلم؟ لماذا اسم هذا الدين الإسلام؟ الإسلام يعني التسليم. إذا رسول الله قال هذا فقد قال ذاك أيضا. لماذا هذا التبعيض؟
لماذا هذه الانتقائية، المنهج الانتقائي؟ الشيء اللي يعجبني أعمله، الشيء اللي ما يعجبني ما أعمله، مع أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال، هذه ظاهرة حقيقة يجب أن يتوقفوا عندها. كل شيء يرتبط بآل رسول الله، بعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه أمير المؤمنين، بالإمام المهدي صلوات الله عليه، ترون أنهم يتعاملون مع هذه الأحاديث بشكل آخر. على كل حال، نحن نحيي هذه الذكرى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحديث مذكور في كتاب مجمع الفوائد، وهو من كتبهم، ويقول المؤلف إن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، يعني طبق الضوابط التي وضعها البخاري ووضعها مسلم لصحة الحديث. هنالك ضوابط مشددة وضعها هذان لصحة الأحاديث. يقول إن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، وهذا الحديث أن أم الفضل كانت زوجة العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله. في ليلة من الليالي رأت رؤيا هالتها، وهذه الرؤيا أيضا مذكورة في بحار الأنوار، يعني هذه الرؤيا مذكورة في كتبهم وفي كتبنا أيضا. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت: يا رسول الله، إني رأيت رؤيا أفزعتني. فقال النبي صلى الله عليه وآله: وما هي هذه الرؤيا؟ فقالت: رأيت كأن قطعة من بدنك قطعت ووضعت في حجري. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: خيرا رأيت، أو خير إن شاء الله، تلد فاطمة غلاما فيوضع في حجرك، يعني الزهراء صلوات الله عليها تلد غلام ولد، فأنت تكونين المربية له والحاضنة له. تقول: فعلا بعد فترة الزهراء صلوات الله عليها ولدت مولودا، فكان في حجري، أم الفضل كانت تربيه، وكما في سفينة البحار كانت ترضعه أيضا. يقول صاحب المجمع عن أم الفضل، يقول: في يوم من الأيام دخلت على رسول الله ووضعت الحسين في حجره، ثم حانت مني التفاته إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله، فوجدت عينيه تهريقان من الدموع. رأيت أن النبي صلى الله عليه وآله يبكي، ولعل كلمة تهريقان من الدموع أقوى دلالة من كلمة يبكي. في رواية أخرى ترويها أم سلمة في كتبهم أيضا، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وآله ينشج نشيج، يعني مو بكاء فقط، النشيج يعني واحد إذا واحد غص ببكائه، إذا واحد أكل لقمة وهذه اللقمة بقيت في حلقه هذا يقال له غص بلقمته. إذا واحد عرضت له هذه الحالة في البكاء، لعله شايفين أحيانا واحد في حزن شديد أو كآبة شديدة أو كارثة مهمة يغص بالبكاء، تعرض له هذه الحالة، فوجدت رسول الله في الرواية الثانية ينشج، وفي هذه الرواية رأيت عينيه تهريقان من الدموع. فقلت له يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما لك؟ فقال إن جبرائيل هبط علي وأخبرني أن ابني هذا مقتول، تقتله أمتي. هذا الشيء اللي يمحو من المفاتيح، لعن الله أمة قتلتك، هذا في أحاديثهم موجود، تقتله أمتي. الذي قتل الحسين ما كان اليهود والنصارى والمجوس، لا، كان أبناء من هذه الأمة، فلعن الله هذه الأمة التي قتلت الحسين صلوات الله عليه. تقتله أمتي، وأتاني بتربة من أرضه حمراء، وأراها تلك التربة. فالنبي صلى الله عليه وآله، وهذه تعبر عن حالة استثنائية، إحنا المتعارف عندنا إذا واحد مات نبكي عليه، ولكن أن يبكى على الإنسان قبل موته قبل شهادته، هذه القضية لعلها كانت في العام الرابع من الهجرة. الإمام الحسين صلوات الله عليه ولد على ما يقول بعض المؤرخين في العام الرابع من الهجرة، يعني قبل شهادة الإمام الحسين بحوالي 56 عام. النبي صلى الله عليه وآله بكى الحسين قبل شهادته بأكثر من 50 عاما. فنحن أيضا نحيي هذه الذكرى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إننا نحيي هذه الذكرى رجاء لثواب الله وابتغاء لمرضاة الله. المؤمن يبحث عن ثواب الله حتى إذا كان ثواب صغير، ويفر من عقاب الله، يعني هكذا ينبغي أن يكون، حتى إذا كان عقاب صغير، لأنه صغير الآخرة كبير، كل شيء يتعلق بالآخرة في بعد المثوب أو في بعد العقوبة فهو كبير عند الله.
المؤمن يبحث عن ثواب الله ويفر عن عقاب الله حتى إذا كان صغيرا، فكيف إذا كان هذا الثواب العظيم الذي ذكر في كتب الأحاديث لكل من أحيا أمر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أولا نحيي ذكرى سيد الشهداء اقتداء برسول الله، ثانيا ابتغاء ثواب الله، ثالثا إحياء للقيم الإلهية في إحياء ذكرى سيد الشهداء. هذه النقطة إن شاء الله نوضحها في يوم آخر. ننتقل إلى الفصل الثاني في حديثنا، وهذا الفصل هو أنه كيف نحيي هذه الذكرى. الجواب على ذلك إحياء قضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه له صور وأشكال مختلفة. يبدأ هذا الإحياء من الأمور التي نراها صغيرة وليست بصغيرة. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يؤكدون على هذه الأمور حتى التي نجدها صغيرة إلى الأمور التي هي في منظارنا كبير، كل واحد بالمقدار الذي يتمكن، بالمقدار الذي يقدر، يحاول أن يساهم في إحياء هذه القضية، قضية الإمام الحسين، يحيي ذكرى الإمام الحسين في نفسه، هذا مهم، في عائلته، هذا مهم، في المجتمع، هذا مهم، في العالم كله، هذا مهم أيضا. قضية الإحياء تبدأ من الإحياء في النفس وفي القلب، أن الحسين دائما صلوات الله وسلامه عليه يكون ماثلا أمام عين الإنسان، في قلب الإنسان. تبدأ من هذه النقطة وتنتهي إلى إحياء ذكره في العالم كله بقدر الإمكان. نمثل ببعض الأمثلة للإحياء الذي يبدأ من النفس وينتهي إلى العالم. المثال الأول، الإنسان عندما يشرب الماء، كل يوم كم مرة يشرب الماء؟ 10 مرات، 5 مرات، في كل مرة يشرب الماء، هذا كان منهج آبائنا، منهج أجدادنا، ولكن يجب أن نحيي هذه الظاهرة التي ورد التأكيد عليها في الروايات. عندما يشرب الماء يذكر الحسين صلوات الله عليه ويلعن قاتليه، يقول مثلا سلام الله على الحسين أو سلام الله على الحسن والحسين ولعن الله قاتليه،
هذا نوع من الإحياء لذكر سيد الشهداء في قلب الإنسان. هذا كان منهج آبائنا، منهج أجدادنا، منهج أمهاتنا، كانوا مقيدين بهذا الشيء. وهنالك حديث، هذا الحديث يرويه الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتابه فقيه من لا يحضره الفقيه. هذا العمل الذي نراه متواضعا ولكن له قيمة كبيرة عند الله، وهذا الثواب المذكور في هذه الرواية مضمون على الله طبقا للروايات الصحيحة المعتبرة. من شرب الماء وذكر الحسين صلوات الله عليه ولعن قاتليه كتب الله له، راجعوا من لا يحضره الفقيه، كتب الله له 100,000 حسنة. هذه الحسنة التي لا يستعد الإنسان أن يعطيها لأبيه وأمه في الآخرة، حسنة واحدة الإنسان مو حاضر يوم القيامة يعطيها حتى لأبيه وأمه لأنه محتاج إليها. الله يكتب له بهذه الكلمات 100,000 حسنة ويمحو عنه 100,000 سيئة ويرفع له 100,000 درجة ويكتب له ثواب عتق 100,000 نسمة. كم؟ 400,000 بكلمات، ولا نستكثر ذلك على كرم الله وعلى لطف الله. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول في الرواية: وحشره الله يوم القيامة ثلج الفؤاد. لعل معنى هذه العبارة أنه ما عنده اضطراب، الناس يأتون يوم القيامة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ولكن هذا يأتي يوم القيامة ثلج الفؤاد. هذا النموذج الأول. النموذج الثاني: اتخاذ سبحة من طين قبر الحسين صلوات الله عليه. الوالد بالفقه حفظه الله يقول: طين قبر الحسين لا يجب أن يكون من طين نفس القبر، وإنما يكفي أن يكون منسوبا إلى سيد الشهداء حتى إذا أخذ من مكان بعيد. واحد يأخذ سبحة من طين قبر الحسين صلوات الله عليه ويضعها في جيبه. المعروف بين الناس أن من أخذ هذه السبحة وأدارها كتب الله له تسبيحا وإن لم يسبح، ولكن هنالك رواية تقول أكثر من ذلك، تقول من كانت معه هذه السبحة يعني في جيبه مثلا، الله يكتبه مسبحا وإن لم يسبح، حتى إذا نايم، حتى إذا غافل، حتى إذا يتاجر وهو غافل
ولكن ما دامت هذه السبحة معه الله يكتبه مسبحا. طبعا هنا نشير إلى ملاحظة فقهية أن بعض هذه السبح عليها ذكر الحسين صلوات الله عليه، فالإنسان ينبغي أن يواظب أن يكون متطهرا عندما يلمسها، لأن لمس أسماء الله وأسماء النبي وأسماء الأئمة صلوات الله عليهم يجب أن يكون في حالة الطهارة. هذا النموذج الثاني، ذكر سيد الشهداء ولعن قاتليه عند شرب الماء. أولا، اتخاذ سبحة من طين قبر الحسين صلوات الله عليه. ثالثا، اتخاذ تربة من تراب كربلاء يسجد عليها الإنسان. في الحديث أن السجود على تربة الحسين يخرق الحجب السبع. إذا الصلاة مو مقبولة مثل أغلب صلواتنا مو مقبولة عند الله، السجود على هذه التربة يجعل الصلاة مقبولة. وفي حديث آخر أن السجود على هذه التربة ينير الأراضين السبع. يخرق الحجب السبعة وينير الأراضين السبع. ثالثا، رابعا، تسمية الأبناء بأسماء سيد الشهداء، بأسماء أبي الفضل، بأسماء شهداء كربلاء. كان هنالك أحد الشعراء، هذه القضية وإن كانت ترتبط بأمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولكن عموما إحياء ذكر أهل البيت بأية طريقة. أنا ما أريد أذكر بعض الأسماء فوق المنبر، لماذا واحد يسمي أبناءه بأسماء أعداء الله مثل بعض الأسماء اللي متداولة مع الأسف بيننا كثيرا، أسماء أعداء الله؟ لماذا يسمي أسماء أبنائه وبناته بأسماء حيادية ولا أمثل، يعني لا تدل لا على الخير ولا على الشر، لا ترتبط لا بأعداء الله ولا بأولياء الله؟ واحد يسمي أسماء أولاده بأسماء أولياء الله. كان هنالك شاعر معروف، ولعله لا يخلو مجلس أو قل أن يخلو مجلس من مجالس سيد الشهداء صلوات الله عليه دون أن تذكر أشعاره، أشعاره جدا موفقة. وهذا الشاعر توفي قبل حوالي 120 عام، واسمه الشيخ محمد نصار، معروف. هذا من شدة حبه لأمير المؤمنين وعلاقته بأمير المؤمنين صلوات الله عليه، سمى جميع أولاده بعلي، كلهم، الأول علي، الثاني علي، الثالث علي، كلهم سماهم بعلي. وفي بالي أن هنالك حديث عن سيد الشهداء صلوات الله عليه، لو ولد لي 100 ولد لأحببت أن أسميهم بعلي. هذا إحياء، إحياء ذكر أمير المؤمنين، إحياء ذكر سيد الشهداء، إحياء ذكر الإمام المهدي صلوات الله عليه. هذا رابعا.
خامسا زيارة الحسين، هذا نوع من الإحياء. زيارة عاشوراء، هذا نوع من الإحياء، نقل لي أحد المؤمنين أن هنالك أحد المؤمنين في هذا البلد كل يوم هذا منهجه، وحقيقة هذا منهج جدير بالاتباع. كل يوم عندما يذهب إلى دكانه، قبل أن يذهب إلى دكانه يمشي، هنالك فسحة، هنالك محوطة، ويقرأ زيارة عاشوراء من أولها إلى آخرها، ثم يأتي إلى دكانه. والله سبحانه وتعالى أنعم على هذا الإنسان بتوفيقات جمة، ولعل لهذا العمل أثرا كبيرا في توفيقه. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أيضا مع كثرة مشاغله العلمية العملية، مرجعيته العامة، كاتبين في أحواله، كل يوم كان يقرأ زيارة عاشوراء. هذا نوع من الإحياء، الإحياء بهذه الصور، الإحياء بالقلم، الإحياء بالبيان، الإحياء بإقامة المجالس، الإحياء بصنع الحسينيات، أي شيء واحد يتمكن. هذا توفيق السيد حيدر الحلي، هذا الشاعر الذي ندر أن يأتي في التاريخ شاعر مثله، نادر حقيقة، أشعار أشعار عظيمة. كان يفكر عاما كاملا، ويذكر قصيدة في سيد الشهداء، عام كامل يفكر وينظم قصيدة في سيد الشهداء. هذا الشاعر توفي قبل حوالي 130 عاما، والخطباء الكرام يقرؤون أشعاره فوق المنابر. في ليلة من الليالي يرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في عالم الرؤيا، فيأتي السيد حيدر الزهراء صلوات الله عليها أمه، لأن نسبه ينتهي إلى الإمام الحسين فهو سيد حسيني، فيأتي ويقبل يدها فتدعو في حقه، وهو جدير بالدعاء، تقول له: أناعي قتل الطف لازلت ناعيا، يعني الله تعالى يديم لك هذا التوفيق، إن شاء الله هذا التوفيق يبقى لك. أناعي قتل الطف لازلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. وحقيقة لعل هذا التأثير الموجود في أشعاره عندما يقرأها الخطباء له تأثير عجيب، أشعاره في القلوب، لعله ببركة هذا الدعاء: تهيج على طول الليالي البواكيا. فيبكي في عالم الرؤيا ويستيقظ وهو باكي، ثم يأخذ هذا المصراع وينظم قصيدة طويلة على هذا الوزن والقافية،
ويوصي بأن تدفن هذه القصيدة معه في قبره حتى تكون وسيلة من وسائل الشفاعة له عند الله. الكتاب الذي يكتبه الإنسان، القصيدة التي ينشدها الإنسان، الولد الذي يجعله الإنسان وقفا لسيد الشهداء. واحد عنده مجموعة من الأولاد، واحد منهم تاجر، واحد منهم مهندس، واحد منهم طبيب، يقف واحد منهم لخدمة سيد الشهداء. النشرة التي ينشرها الإنسان، الحسينية التي يبنيها الإنسان، هذه كلها من وسائل الشفاعة في يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا الفيض العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.